تتحرم من ممارسة موهبتها عشان هي بنت. مش المفروض أي بنت يتكتم على موهبتها الفنية بس لأنها بنت. شي آرتس والمجتمع مفروض يدفع ببناتنا الموهوبات اللي عندهم حاجة حقيقية تتقدم إنها تتقدم بشكل راقي، بشكل واسع، بشكل يمتع الناس ويعطي دفعة لكل البنات. شي آرتس، فرح الديباني، ماجدالين، وليفين إيناوي والأوركسترا العظيمة.